اليوم غنهضروا على المساله ديال الاضراب ديال طلبه الطب. الاساتذه ديال طلبه الطب مسؤولين على هذا الوضع هذا، هما اللي تيشحنوا الدراري هذه المساله هذه، خصنا نكونوا صريحين فيها مع الحكومه، مع رئيس الحكومه ومع وزير الصحه، ناكدوا هذه المسائل هذه. الاساتذه ديال طلبه الطب، الاساتذه ديال الطب لي بروفيسور دو لاميدسين تيناوروا بدوك الدراري، تيستغلوهم، هذه لعبه سياسيه اللي كيكشف عليها الدكتور وكلش اللي كيتحقق، تيناوروا بهم باش يكونوا عندهم مناصب في جامعه محمد الخامس، وباش يكونوا عندهم مناصب مع الحكومه، لان في مساله مؤسسه جامعه محمد الخامس كليه العلوم هما والناس ديال كليه الاقتصاد هما اللي شدوا تما المناصب. او هادشي اللي كاين. ودوك الدراري ديال طلبه دوك الدراري ديال طلبه الطب خاصهم يعرفوا واحد المساله، بعدا هما كون كانت عندهم بعدا الرجوله والمسائل ولا فيريليتي والمسائل، كان من لازم بعدا باش انهم يديروا الاضراب على الاساتذه ديالهم، هما الاولين اللي يستحقوا الاضراب قبل الحكومه. الاساتذه بعدا ديال طلبه الطب هما تيستحقوا الاضراب، وانا تنعرف شنو كاين في البواطه، وتنعرف باللي عدد من الاساتذه في طلبه الطب عندهم واحد الحاله مرضيه، عندهم حاله مرضيه وتيبغيو يقلدوا الاستاذ العراقي اللي كان في الثمانينات القرن الماضي، التاريخ ديالو تاعو معروف، تيبغيو يقلدوا، فعندهم هذاك يعني هذيك المساله. وطلبه الطب باش نكون معاهم صريح، اللي تيهضروا على الحقره ومسائل في المغرب وكذا، خاصهم بعدا هما يزولوا الحقره اللي كاينه في كليه الطب عندهم، لان تيعتبروا باللي الطلبه ديال الصيدله اللي هما معاهم في الكليه تيعتبروهم مواطنين ديال الدوزيام ديفيزيون. الدوزيام ديفيزيون، وهذه هي الصراحة اللازمة اللي تنقولوها للشعب المغربي، وشكرا جزيلا.